او قادي ذا دي تولي انت قادي ذا دي تولي سلام ام قران ربي في اللون ذا ونديني ازول في اللون سهل لقينا بوس ساقين هيلو من سما ثمو سني ذا بريد الايمان ساقين ادناوين ذي نوفنا ادنا هضر اف الظليث الصلاة نهضر اف الظليث من المين يتيدي خدم يعني يتيدي فرض رب العالمين في لنا ذا شو يتظليث اشي ميقلقان نزال ذا شو الفايدة تظليث إلى عبد اش تقير كلي إلا كوذي كما محمد ذا نتسا هذا غدير في سقسينا تزور سينا مرحبا يسك لا سلام ينك محمد السلام عليكم زول في الله كما ثنا حميد بارك الله فيك صحة فطركم الله يسلمك محمد نكوني نساقين ذي نوفا نابوس قد نهضر في الظليث نعم تظليت يعني يكون هذا غد فكض اون بوتيت انتروديكسيون يعني ذا شو تظليت ميمي تدي فرض ربي في اللانا ومن بعد نكشف ان شاء الله ذي لي ديتاي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوندينا السلام عليكم أزول في اللون صحف طركم موكي ويقات شوالين أمكن زادك متنا حميد تقريقي قاعدين المسليد في القيمة بول أمك أول بنادم يزمر يتداوس القرآن نعم العبادات بين دوك وكي القيمة بول الرسول صلى الله عليه وسلم في الناس إنك ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب تشي يحتاج يقول لنا داخل بنادم تذول ام كان تحلو القران السجد بين ذا ام كان تحلو الصلاه الى قن الزر باللي الصلاه انت ركن من اركان الاسلام ويسين بعد الشهاده التي تدي فضل الله سبحانه وتعالى فرسول صلى الله عليه وسلم اكمي اسمي روح المعراج ثلاث سنوات مقبل الهجره يفرض سيدي ربي 50 صلاة ولكن يخفف الأمة ثغال خمسة سنة صلاة الفجر أربعة الظهر وكيميك واحد رسول صلى الله عليه وسلم المدينة تاخذ مك تنظيم مكاني عن الصلاة ومن بعد ربع العصر صلاة المغرب للوتر ثغال ثلاثة ومن بعد صلاة العشاء أربعة الله سبحانه وتعالى عز وجل يناديك تفسيس فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله سبحانه وتعالى يفرض التظليت يفقد الأوقات النسم كيد نهضر ثورة ثغال الإنسان باللي وين خدمنا تظلي تقيد الحجة تم قرت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يهدر في صلي كين عماد الدين أم شغل بن الدين يكسعان الله كولون فيرتيبرال لقيت يطفنا كاكي نعم. تظلي تقي شغل الله كولون فيرتيبرال يزمر الدين العبد باللي أقل خدمة حاشا الغير أقل أتعامل من الدن المعاملة الطيبة والحوايج غير تظلي صح أتعامل مدن المعاملة الطيبة أتخدم ذا الخير ولكن تظلي تقي شغل ذا الحزمة انت ثرى دي جمع نوك الخير كي لان دي تظلي ذي النار تقبل الله سبحانه وتعالى ربي بين ذي القران وقدو وقصو النار وقدو وكسجد نار باللي المصير نسنا ذي لي المصير وعرن خطر مثل دي سقسن يوم الاخره ان دار يتحاسب بنادم سقسن مدن وقد يروح نعوذ بالله سمكان اني جهنم امكان اني وعرن مليح مليح انك ربي الا اصحاب اليمين في جنة يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بمن أشد قالوا لم نكن من المصلين يعني والنار والنار نتصلى نغر القمة السجود لأين الله سبحانه وتعالى يصفها إبليس لأنه يقدر يستعرف سول ربي سبحانه أن يسجد أتص الآيات ديفينين دار القمة السجود كما حميد إنه هو بالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجادا. إذا يتلى عليهم أذولين عظم الله ديركتم الإنسان واحد جد ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ثم السجود لاعتراف العظمة لأن ربي سبحانه وتعالى أسجد مارش الإنسان الذي يقرب الله سبحانه وتعالى أسن الخشوع وقذا غن أدنس فهم علميا الخشوع كي أم كاري يخدم ذي بنادم. إنما يؤمنون بآياتنا الذين إذا ذكر بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. دونك وهم لا يستكبرون مارس مسجد الله سبحانه وتعالى مض ذي باب الاستكبار ذي باب التكبر ثم ورف الله سبحانه وتعالى ثم ورف دونك فظلي ثاقي انت ثارك يسقرف لنا ربي انت ثارك يوين بتسحم رضا الله سبحانه وتعالى ثورة ما نكمل الرزات نهضر في قيمة الخشوع وقيمة السجود أشياء يضرون ذي بنادم من ناحية الصحية كما تنحمد. نعم بارك الله فيك محمد وقي يعني تهضر دانا داف الظليث من مين يتدي فرض رب العالمين ذا شو القيمة غيسا يعني يلعب ديس بيسك تهضر دانا من الآيات القرآن ترى ماذا بك محمد لو كان ذا غدين الفايدة خاطرش أين دينا ربي ركلي ذاك الفايدة يلعب ديس اتصل فوائد يعني انت ظليت كما تنحمد مرات خدمض ما تظلت خمسه فرذن قوسف خمسه فرذن ذي اليوم كقلت تفضي مانيك بلي تخدمض الحركات الجسد اللي كان تحركو كلي ولكن الا قن ادنوالي الحاجه كما تنا يا هل ترى تظليت كين كني انا تظلت ورات تظليت قاعد لن تظليت ساعة شروط ناس تظليت امكي دين النبي صلى الله عليه وسلم لو كان خطر الانسان ادي الظل تظليت اسيف كل حقيس ادي ولي الريزلتا ادي ولي مك تظلي ثقيت سحلو ادي ولي مك تظلي ثقيت سالي ذا خطر نمبورت كان موفمو تخدم من الركوع السجود خاصة الانسان الذي اقرب الى ربه سبحانه وتعالى وهو ساجد اتي اللي تقرب الله سبحانه وتعالى وكشيني ذي مرحلة السجود ني فتصل حوايج جاري في الدن ذيك كلمة حميد يا ناثورا لي روشيرش بارتو دون الموند اين يعني الله ميديتاسيون كينا العبادات نا الصلاة كي ثوغال ماشي ذي الحاجة راه تفرض ثوغال ثورا سي فيريفي ميم سو لو ماتيريال لان تصل لي روشيرش تقعد تهضر في لي روشيرش الا لو بروفيسور قناص انجرو نيوبرغ وكذي لا بنسلفانيا لا سميت لا فيلادلفي خدمن دي لونيفرسيتي كرا لي روشيرش انك الانسان ديال مخيس الا كرا الحاجه التي جعلنا ذي عبد الله سبحانه وتعالى اكيني الانسان كي الى المقصد في مخ البشر المقصد كذا شو تقرنا سونونغلي بيلت ان ديزاين يعني الحاجه يتوفن ديال الانسان كي اتجاه ذي عبد الله سبحانه وتعالى مو يعفي دار الله سبحانه وتعالى أذي عبد الحجة طيب نزمرد نوريك اللي فوتوك مثلا حميد هذا شو اللي فوتو هذا محمد قد سناث أضي ولي فوتو نثم سورو ثني الصورة رقم واحد من فضلك ترى دي ثقيه ثقيه كما تنا حميد دا شو تخدم ليكيبا ديال ديبارتمون لا راديولوجي انا عنان الاشعه البروفيسور انجرو نيوبرغ بوند كرا العباد الرنتن ذي المرحله العاديه امثاقي ايزون بري القرنص الامراي الماغنيتيك ريزونونس ايماجيك تسمى شغل ليماج با لا ريزونونس مانيتيك العبد ما راهي لي نورمال العبد ما يلي ذي الحاله تظلي براير سكان بيز لاين سكان لقي خدمن دلا كومباريزون وفند ملي المخ قال للعبد سليزي ماشيني يا دي شونجمون داخل وفند باللي
افادك الحاجة قد نهضر قناص بلتين ديزان باللي العفدة قيت واخدم باش ذي عفد الله سبحانه وتعالى وانك يتوقن هاير وورد فور ريليجن يتوقن باش ذي عبد الله سبحانه وتعالى الحاجة قي لا مم دي اللي جن العبد الانسان اللي بروغرامي باش يعبد يعبد رب العالمين باش يعبد وخاصه نجمة حميد الحاله من الخشوع كنا دوري كنا لي زوطر فوطو حميد اللي شفت لا فوطو طيض دوزيام فوطو رقم اثنين فلك يسنا ثيد الانسان مكاين اللي ديال الخشوع هنا تفرض لي فوتو كي هو كي سي سكي سباس او نيفو بو سميث لو سيرفو الانسان مري الزال ام كاري يخذل لو سيرفو نسام كلينيرجي اي لوغمونت او نيفو دي سيرفو مخ تقار ثرنو تاكي ثورا تيد نتفاهمو كلي باسكو لا بوزيسيون سجود الني اتسر اول بنادم ما يستعفو الرسول صلى الله عليه وسلم مارسيني بلال روح سول دي الصلاه اسيني بلال ارحنا بها رحنا بها يا بلال يعني الى حقدنا وقتنا الراحه لان قلنا بنادم محمد يخدم ويحب ساره يخدم يتك لو سون او زورغان يختم دي لا سيركولاسيون باسم دي سون الغاز كربونيك الاكسجين ذاق ذا شم قران ويحب ساره ولكن مرض الحق الوقت زلطني الكور هذه وين راح ينس كيسكي سباس حميد الاكسجين هذه الحق سقر خاصه ادنو سويكي تزلان مايلين دي لا بوزيسيون السجود عطل دي لا بوزيسيون والله يا حميد غير لا بوزيسيون كي السجود درتك ستصل لك ما الا بنادم يتوخنق ما الا خاص تو لي سوسماتيك وكيك عن لي بروشي تكون وكوز من هذا نفس النطاس ما تلحق الحاله اللي السجود هذه كونسونطري تستوي البنادم لا كاباسيتي ريسبيراتوار ينسثر نو الاكسجين يتروح سقرو دونك لو سيرفو نيك لينيرجي نسات في الدل لي سيلول ينس لي نورون مقارنه كي لي نورون لي سيلول وقرو سعوت لينيرجي سعوت القواز اللي حق الاكسجين جان فايماجيني حميد شحال من ركعات شحال السجود دارت خدمت كل تصليت سلتو ما سوا خدم الحاله الان ماشي تصليت انك يا ربي تصلد ذنقات الا تصليت كي اكتسحلو الا تصليت كي اكدفك السعاده اكدفك لهنا الله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون من يفلح الذي يفلح هو الذي يخشع في صلاته انوي ربحا انوي لحقنا الدرجه السعاده ذوينا اري خدم صلاه تصليت الناس العالي فين وانا خشعني ثورا سي فيري في مام علميا خدم انت يخدم الله ميديتاسيون خدم اليوغا خدم ليزون ولكن وما ادراك ما القران القران حميد مسلي دار القران تسمع نصيص مسلي دار القران تفهم المعاني تكونسونطري مليح كي دس وتزمر دارات قدر الدرجه القران الذي خدم ذيك اكينا واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون الا قد صلد باش الله سبحانه وتعالى اك يرحم يفيند لنا طاش لي روشيرشن ديت بين بلي الموسيقى كي تسحلي بنادم مقلق مثلا حميد يونا رئيس الموسيقى دي فوا دي سلي ونا كي تسرو الموسيقى كي هو اللي نسي اثر ذكس دونك وما ادراك ما قول الله وما ادراك ما كلام الله سبحانه وتعالى يكينا لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا الجبل يتخشع متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يعني الله تعالى ندب للقران كي لو كان تيد نزل في ذرار أذرار أذرار الذي فهم المعنى بوان ربي أذرار الذي كم الذي قم ذي الحالة الخشوع دونك ربي في كان هذا المثل كي باش هذي ولي أتولي ضمك يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ولكن لا تفقهون كل شيء تسبح ربي مما ذرار قد يفهمي ولا ربي أذرار يسعى للطريقة الخشوع ينس الحيوان ثك عبد ربي شو دي خلق كل شيء يسجد لله ما في السماوات والأرض كل شيء إلسان كلنا الله سبحانه وتعالى دونك
أتولي ضمانيك ميخشي على ذك القرآن ربي سبحانه وتعالى يوصد أنا مكن بنادم يزمر دي عوني ماني الصزالي يزمر دي عوني ماني الصبر إنك واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين دونك تظلي ثقي متلحق على الدرجة عند الخشوع عند دارت ليض مكيد dans une situation de tension, de stress, tu te couches, tu te concentres, tu as fait la salat maintenant. Là où tu as fait la tension, mais tu as fait la salat maintenant. Hamid a concentré la salat, tu as fait 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 la tension. Mais tu as fait la salat maintenant, Hamid a fait la salat, mais tu as fait la salat, tu as fait la salat. Il y a un ressource de l'homme, il y a un détour de l'insan, خاصة ما يلحق دي حالة الغضب بندوز ماذي طفي مانيس اوتوماتيكمون خاطر نزرا من بعد ما توصل تزليت الى مرحله الوضوء ادي روح هذا ادي توضا اتي وصي الرسول صلى الله عليه وسلم باش ادي توضا خاصه ما يزول صلاة ركعات ذي الهلاك هذيك السوكا سميث ادنحكي ذا غن في صلاة الفجر عند اسميث المادة الكورتيزول الصباح زي كتسالي مليح مليح قمتنا حامد الكورتيزول كيس عقدش ينصر داخل بنادم مع الوقت في مراك في لي بيرتونسيون طاس الحوايج دونك تظليت للفجر تخدم الاعتدال للكوليسترول اسميث الكورتيزول كي والانسان يكتمرها دونك صلاه الفجر الدواء ذم قران صلاه الفجر ديال الوقت اللي تيلي لوكسيجيناسيون اطاس ديناري فا بنادم هذه يستنشق الهواء ني ديناري الزال بنادم هذه طول دي صلاه نس لان صلاه الفجر الها تدور دي قراءه القران الها تدور دي السجود فيماجيني كل يوم تخدم هذه الحاجه كي ذا شو اللي طارت لحق نعم الغرس اقمثنا حميد ادنوري كرات كتاب فينا حميد دنوري كان كان تكتافين سي بوسيبل وقف فلين يرجع حميد وقينا هضرت في اللاس الانسان عندما يقرا القران نادي القران نادي الصلاه صلي الخشوع ربي سدي فيك النور سدي فيك لين يرجع كي تورا زمرا تولي ضمم سليكيبمون الكترونيك حميد انك مانتونون بو ميزوري زمرا ميزوري لين يرجع بولاكي ميم لو كان تسلا في بعض كي سلي زاباري نادي ولي باسكو اولاكي اكس عال ان سيرفون دون الكور يسعى لي نورونا كي تاكن ديال الطاقة اللي تاكد ولكن الطاقة كيما كيثرنو حميد ثرنوس العبادات ثرنوس قراءة القرآن ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. نعم نعم. أنو حركة تكتافينا حميد. مقبل تكتافينا زمرا كان أكيد سقسي محمد. كتشني تهدر في الطاقة تهدر الطاقة كي باش كني تسوى بنادم. سي سور يلاق العباده ينسير كل اما تزالي ثم قراءه القران تيس الخشوع تيس الناس نعم. ماذا القران كيقرا بالتمعن يعني الى قد صغر وتفهم شو يدينا ما الصلاه كيف كيف نعم ما الا ولا شو كاهاكين ولاش الطاقه نونو كي الطاقه القران يرنو الطاقه تظل يرنو الطاقه الصيام ترنو اين يعني نوك ذكر الله اين يعني التسبيح يرنو ذي الطاقه نعم. فنكون نس الامه الاسلاميه حقيقه ورعاد ينبضر الدرجه كي ورعاد ينبض نفهم امك القران اكيسحلو امك تظل تسحلو امك امك القران اكيد العباده الصلاه تكدي فيك السعاده كنا اما الرفعه وين السعاده والمتعه الحقيقيه في العباده واما الشقاء والجحيم مرث عفضض اما تلحق درجه عند فرحض درجه عند السعاده اما تزور ديمونيك سي بور سا ان يعني الخشوع كي كاين الخشوع في العباده ما ملي صافون مفتاح السعاده الخشوع كي تسود السعاده تسود الهنا تسود الاطمئنان لكن قد افلح المؤمنين افلح وين يربحن المؤمن الذي يربح الذين هم في صلاتهم خير وكاديك خشع ديال صلي تنسن وكاديك تسنوك الهموم كسنتن كونسونطار ديال العباده تنسن كونسونطار ديال التسبيح وكي سي فيريفي تورا لو كان نروح وكي نهضر في لينيرجي بو سميث تنشيط المخ تاع في لينيرجي العبد نروح حركات تكتافين وكي دي هضرنا في العباده تي مسنا ولا كي ديروا لنا دي فرا هذا نوالي تكتافينا قالت لي تسفها محمد ورينا الصور تاع الكتب من فضلك صور تاع الكتب من فضلك
ثرا شوف حميد انك جولد فيث اند هيلث ذا جود جين واقي انك الايمان بالله مغروس بقوه داخل جيناتنا، يعني داخل اوليشن بنادم لي جان ولاش سنه تولد تي بروغرامي باش تعبد باش تعبد دار الله سبحانه تعبد الحاجه فايض انك جود فيث اند هيلث ذاكي الايمان والصحه والفاز ما لا ثمنض الله سبحانه وتعالى يهضر ذاك في الصحه والنجاح سبحان الله وقد مسنا ونقينا نفر وقد دين هارمر يدي هضرنا في ليجن باللي وني بروغرامي باش انا نعبد وقي قرنس لوفين داون جون لوفين يخدم ثقه في الصحه العبادات في زمرت بنادم نعم. بكل ايمان كديفك ما تغطيك ثافينا كيلا تفضل عجب داغن كيف كي دينا العل انجلو بيريمان داغن العل سميت الصحه والايمان الايمان والصحه فايث اند هيلث تكتب لنا كيما تغرض ويخذ بنوك تجارب في بنادم وفان باللي الانسان ما يعبد الله سبحانه وتعالى هذه يسجد مليح هذا يخدم من الخشوع هذه الحق هذه يحقق طاس حوايج الصحه وليس سميث لي رينس لو سيستم ريسبيراتوار لي موفمون اللي تخدم في لا كولون فيرتيبرال اللي نيك الاكسجين كي ولا السيرفو لي زارتيكولاسيون انك ايماجيني سكوس ما تزاليت وتحبس دار شاك جور كي الوضوء بلا ما ادي النهارده انا نخدم الحصه في الفوائد من الوضوء الوضوء شارك يخدم داغن امكانك نشط الدوره الدمويه امكانك نشط الجهاز بوسميث الجهاز المناعي ليمينيتي نيك دونك كلشي ذي الفائده كما تنا حميد تظلي ثاقي الا تكتف ثاقي هو كيخدم انت ديال المؤتمر العالمي السابع قسمت الاعجاز العلمي هضر داك في الفوائد نصالات وتحب صداره سيدي روشير سيونتيفيك امك تظلي ثاقي تسعى تاثير ينسى في الاعضاء بنادم في لي ميسكل في اغسانينك لي زارتيكولاسيون ماشي ديوت الحاجه كما تنا حميد ميم ثورا كاكي ديت موراكي وفراني اللعيبه ديك الساعه لي كونديسيون كي لهناك بسيكاتريك نا بسيكولوجيك سينو حتخدم لا ميديتاسيون اشو سما لا سبيسيال كي سما لاس نيورو ثيولوجي يعني الدين اكد علم الاعصاب وكي يسمى نيورو ثيولوجي ذي العباده كي يخدمني سميث نيوبرغ دو طريكي بون ايطالي داغن فكايون بروفيسور لونس ميكينيغي ذي عميد المؤسسه الامريكيه لعلاج الاضطرابات الذهنيه يقرد ان ممارسه التامل العميق يعني لا بروفوند ميديتاسيون صلاه الخشوع باعتباره صوره من صور الخشوع قد يساعد في حد ذاته على التغلب على الشعور بالألم النفسي والإحباط ويعيد التوازن في توزيع النشاط في مراكز المخ ويفرغ شحنات الشعور بالتعاسة والألم وفقدان الأمل حتى عند غير المؤمنين ثورة وقيم ذا العامي دم قرنين يعني العلاج للاضطرابات تسمى لي تروبل بسيكولوجيك بنادم كي الممارسة بس مثل عبادات التعمق الممارسة العبادات الخشوع هذه يجب بنادم هذه يسعو الراحة النفسية هذه يجب بنادم هذه يسعو لا بالونس اللي كيليبر هذه يجب بنادم هذه المخيس هذه يسعو النشاط النيراتي تجي دايما يكير والاتصالات دائما هذه يسعوا الامل خاصه ما الى ذا المؤمن لان كريدي لان تراك دفكا خير المعلومات ذا غن الى يقول البروفيسور مايكل ماكولفاكي توجور ان امريك ان يتاثر الوجدان النفسي الروحي بالعالم الخارجي ويؤثر في الجسد العضوي ويمثل الايمان والعبادات صمام امل لتلك التاثيرات الطبيعيه وقد اضافت الدراسات ان الطبيعه البشريه مصممه بحث تحفظها العبادات في توازن تام وتقيها الاضطرابات ويجي دائما يعني عنن الخشوع يعني عنن العبادات الانسان راه يتبع نفريض ربي هذه الظل خاصه كون ما نغل المسلم هذه الظل صليتي نص القانون ام كي تدي لنا في الرسول صلى الله عليه وسلم الركوع ينس الوقوف ذي السجده ما راه يسجد يطول ما راه يستقيم هذه يدعو ما راه يلي السجود هذه يدعو فسبحان الله تظلتني مراسي في الددي تكلهم من دونيث تظلتني اتسحلو وقت
ثورة ليرو شاشي دبين ماشي نكون حميد ما مم يا دي ماتيريال عندنا نهضان نيوبرغ ني شو دينا هناك نحن هنا ندري حتى الان على وجه اليقين كيف يؤدي الايمان العميق والاستغراق في العباده الى الحفاظ عن سلامه النفس وصحه البدن ومكافحه المرض وتعطيل الاسراع في عمل الاليات الداخليه للموت. ولكن معرفتنا لاليه عمل الجسم خاصه المخ تؤهلنا لتلمس افاق جديده من البحث لنثبت يوما ما بحياد وجود تاثيرات عضويه للايمان. ثم انك دراسه النهار المخوك اللي نزرب للعباده تقيس الخشوع الانسان ريكش من دي لا ميديتاسيون ثم قرات العباده ثم قرات الخشوع ادي وحاشا الصحه لهنا البدني نعم. دونك سي بور سا ils ont fait la spécialité qui s'appelle la neurothéologie. Neuro, يعني المخ, théologie, يعني العبادات. Donc, dès la médecine, il y a une nouvelle spécialité. C'est 1980, c'est les recherches que les gens ont. En 1944, ils ont fait le bouddhisme, ils ont fait le bouddhisme, ils ont fait des expériences. أمك لا كونسونطراسيون كي أمك الخشوع كي يزمر كيس الحق النتيجة الصحة أول نافاد أدنيني باللي العبادة كي ماشي كي كاين العبادة كي العبادة كي قراءة القرآن الصلاة ساعة توك المعنى سنا حميد سي فيريفي ميم سيونتيفيكمون العلماء كي دون دومان لا بسيكولوجي لا بسيكاتي يعني نوك المخ لا نورولوجي يعني نوك الدراسة المخ تراسكش من الدين باسكو أمك درنا لي ريشيرش ils ont prouvé you are high wired زعما توقنض باش تعرف الله ولاش انا لا ترولد ذواكاك ما تنحى ذواكي كيف غادي نيغ محمد يلا يون يونث سليغ النان باللي ما راه تزلط ما نتزلطني الخشوع اكد السوفاس وين سي الدنيا تاكيدين لا كومبليتمون يعني تغلط تحسو ضري مانيك باللي الدنيا تاكيدين لا يبضر مين في كند ان اكزومبل في يونس حايفين الى في اين تي لا في بليسير غزاريس il fallait اس بنظاريس الى شوازي المومون ان سجود ان اسما دي تولي مسجده امرناديت بمظاري إيه اي غير خاطر راه حبيت مثل لحظه لي طاد ترونسوندونس لحظه لي طال الخشوع اندرات كش مليح مليح لان انا صوص لما كيني العبد ذي اللي قرب الله سبحانه وتعالى ما اللي ذي مرحله سجود اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد هذه اللي قرب مليح 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 الله سبحانه وتعالى انت دي مرحله السجود ذينا كيس كيس باس حميد امشي كدني لو سيرفو يسعك النشاط il produit des substances nan ogadik khmalla recherche خاطر شو درنا ثورة اللي شاشة كيما مدنا غراس تعرف ان كيكس الالم الالم النفسية الالم العضوية كيكس مرحلة الخشوع عني مم دي المرحلة ني الاورغانيزم او نيفو دي سيرفو سما افيك لي ميكانيزم كي فيزيولوجيك يا لا برودكسيون لا مورفين لا مورفين ناتورال فاضي وندقي ثورة ما ريح لك تلمو لا دولور كي سبسيدي لك تكنس لا مورفين باش تحسرها ذي وقت نصالت ما ساعد كان الالم ما تصلص الخشوع تحس ضاري الى الدولار نعم. محمد ادنو على السوجي كي وقال لي تري تري امبورتون وغادي سمح خاطر نرحل الفاصله مشطوح وقادي اذا غادي تولي انت قادي اذا غادي تولي قيمتي ذنا غنروح سيف دام مشطوح ودنو على الغروه
تيجادي ذا دي تولين او جادي ذا دي تولين سلام ربي ذا مقران في اللون مرحبا يسون سحري شاقينا ويسين بوساقين ذا النوفا في جاد نهضر في الظلي نهضر في الفايدة نظلي نهضر الشيء من مين يتدي فرض ربي في لنا اندا يتدي فرض ربي في لنا ذا شو الفايدة يسا ظلي ما كان اذا ودنيا كوذنا مثلا محمد الساقين ذا نتا اذا عدي هضر ندير كلين في سقسين يسنفكا محمد ليد نهضر في مثلية دي الخشوع مثلية دي يعني دي درجة الخشوع لكور أديف كانت لامور فينا بنادم ماري ذي الحالة ني ربي سميس أفضل لثاقي وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إلا على الخاشعين تما كبيرة نافية ظني نير كلي ماشي خطر حاشا الخاشعين وماشي دي تظل لثيك بارسكو لو كان حقيقة ذو جيد ثم لموك نفوسنا ماشي نقصروا كدي صالة تاكي ولكن حقيقة لو كان بنادم أسيفك القيمة ينس أسيفك سما أدي الظالم كي دينا الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة أتحلو الصالي تاكي أكتكس الهموم الهم النفسي ولا الهم البدني ذي الحالة أندريت اللي ضاك تداوي ولكن كنس الأمة الإسلامية وما زالوا الحقارات الدرجة مم سبحان الله أمك ربي سبحان أمك الله سبحانه وتعالى أكدي تكراس مال الجواب بخطر نقصر حقيقة دي صلاة ثورة ماذا بينا مم دي المساجد كاكي نغاد دي سنتين ويونا دي سفهم من تظليت نعم أدي سفهم من تظليت أمك كانت ذوي العبد أمك بنادم أمك شي خاصني سفهم باللي تظليت كي ذي مرحلة الخشوع يعني ثورة ماشي الحاجة لا تفرض زمر ذات تظلظ أكي خدم مم دي زبار دي زباري مثل ذي مرحلة الخشوع أدي أفكار الحوايج في دلندكس دوك نظر حاشا في لي زورمون حميد لي زورمون كي اكستطافن لا بالونس لي فونكسيون ديال لورغانيزم باغ اكزومبل السكر انك سي لورمون لانسولين الكليكاغون تا يخدمن لا بالونس خاصة الانسولين يا ديرو شاش ميم في كي قال لك السكر اي غر مثلا دي مرحلة الخشوع اني شاك فوا شاك فوا تصلى ذاك اني شاك فوا دي المرحلة ميم السكر انك وتسالي انا مليح اي غر وترفو دار الطاس وتقلق دار الطاس وتصعي دار الغضب اتحس ديما انك تحليض مليح مليح ميم ثم طوط باغ اكزومبل اين يعني لي زورمون ينس باغ اكزومبل مستضاره باغ اكزومبل ولا شايف كيو سميث والله يسد دعاس الخشوع ما ينقص سيف كيكا كيما سميت باسكو الا الستريس لا لونكسيتي لا الشغل ندولي تاكي المحنه ندولي ما راه تروح حضر السجود اتزل الخشوع الله سبحانه وتعالى والله العظيم الكل شادي نورمال الجسد تاكي تفكر ليكزومبل ذواكي يقول احنا تزلن وقت راسوس من الناس ما تكزم مي قجاري الا قد تكزم ماري اللي تزل خطر مايلي دي مرحله السجود اقرب الى الله سبحانه وتعالى على يتوكلي وتحس انا ما مس الكورين صايغه باسكو ما كيدينا لا برودكسيون د لامورفي ناتورال اتسيدي الوقت اللي ما ممكن ديك تروحون للجهاد باغ اكزومبل هذا مثلا في سبيل الله الوقت اللي توصل الصرصات توصل الحاجه تصدق جاريس يوفق انت تصلصا شو تيجينا شو تيجينا كنا حميد اي غر بارسكو الحق ايوث درجه الايمان مثل حقض ايوث درجه الايمان ثم قرات الكورين كذي في الدل النفسيه كي سعى البوزيتيف التصف الجسدي ميم اليشيل فونكسيونيل عند دون لي ميكانيزم فيزيولوجيك بنادم ما تبدلت اليشيل لي زورمون ام كي قلت لها سكلين مارس الجلد باغ اكزومبل لي غلوند السيستم اندوكرين قرنص لا بيتويتير لي بوتالاموس لي بوكومبس ويجي اوك كي سكريت لي زورمون دي درجه نين سجود اتوالد كل شيء قعد ف ويجي جربنت يقربنا الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ويجي لحق نرجع درجه ثم قرد جربن ذا شو تصلي ثم كارث تسحلو ام كارث
تسالير درجه السعاده لهنا لهموم هذا راح باذن الله سي حمد. ما شاء الله ما شاء الله ذي اسمك تضيد ذي الايه اني عندي ثقار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. فامنا يعني نعم. الايمان بالله اذا جيت فهم ظن هذا محمد باللي تظليت والسعر كان الفايده يعني تظليت العبادة ولكن سا داني الفايده تقينا بصراحه من تورا شو انت كي تورا لا ميديسين بريفونتيف يعني الطب الوقائي تورا لي روشيرش كي الحان ترزدا ثاني يعني الايمان العبادات زيك ويا با دو روشيرش ولاش البحوث شو ولكن وقيده الدرويش كان كيتصلى سياكي ثورا سي فيري في قضيه الايمان كي قضيه العبادات وفند ما مديرو شارشات ولا وينكس عن الكونسير دو سان اللي كنا نجبد لي روشاش ونحبسها راه سيرتو نوروب لحون دازود وفند وقاد ني اكس عن باغ اكزومبل ان تريتمون بسيكوثيرابيوتيك العلاج النفسي ثورا وكي كهضر باغ اكزومبل تفطم طوط الساعه الكونسير دو سان اغي من ادي من عربي قلت له تمورثنا ان شاء الله تمورثني سلمن ذي العباده اجمعين سما مارس كنا نابور بسيكولوجيك نادقي ملي كينسى تعالج نفسيا سايكوثيرابي سما لا بسيكوثيرابي العلاج النفسي كي ساكن دي ميثودولوجيا ما كتخدم ولكن دا شوت العلاج النفسي كي العلاج النفسي زعما الا قشتيني سيمانيك تلحق داري لدرجه عندك يو هاف تو بي بوزيتيف الا قتي لي انسان تخمض ايجابي وتخمم ضرر الحاجه نيجاتيف ام كتلحق تخمم ضرر الحاجه نيجاتيف مثقف ضرر تقول تخلق باسكو انت راه تدعو ادعوني استجب لكم دونك سيدي كريتيان لحقا يوليسن الايمان كني وما ادراك ما يهون ذي سلم ذي غا القران ادي الظال وك طرق العباده وك تسلحق راه دونك العباده تلقيتو غا الوسائل من الوسائل اللي قاتني فهم بنادم باللي ذي الدواء باللي ادي حلو ام كيدينا ربي وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة ذي الشفاء سي تان طريتمون ماشي ذي اللعب فاهمت دونك تو سكي عبادة ثورة مام سيونتيفيكمون سي بروفي تو تي بروفي مام العبد ما يفغاد ذي ولي البرهانية بوكو دو ريشيرش ناك هي اون سبيسياليتي تاجدتي من مقارن نورو تيولوجي نورو يعني على اللغين يعني المخ تيولوجيا يعني الدين دونك امك الايمان اسيف كل صحاي بنادم لاني نكون قارن نورو تيولوجي نكون الا قد نشكشم اول ترى يد طروشاش داغنا في الاول بنادم ماشي ذي الحاجه نعم محمد نعم بغا كانت تفكض يعني ما دينا كيني ان ابل نو ثيغري يوجد يعني ذين سلمن وتزلنا راه نغوي قادي دي قارن نهني دين سلمن وقارن باللي تظليت زيك ثلامي ثورا ذاين سي دي باسي نعم كيد الرسول صلى الله عليه وسلم باللي تظليت كاع عماد الدين انت العمود الفقري انت لا كولون فيرتيبرال صح لنا طسن مدن وتظلنا راس ما شعل الخير قول ونسن خدمنا الخير تزن ولكن الشيطان يتكلخي وبنادم ذي الحاجه ياكي لان السجود من وسجد ربي شغل من علامة التكبر كي الشيطان بليس عليه اللعنه كيج باللي كتشيني ولا قرات تحضر السجود خاطر انت وقرو حرر السجود دو كي لو بوا مقارن فالانسان ادي يجمع الخير اني ادي يجمعوك الامر يلهنيك خدم صلي تاكي خطريغه ادي توضا ادي كسوك سميت النجاسات اني ادي روح ادي سجد الله باش ادي ملي اللي يقول الله سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى يحوايجيت باش ادي هضر كيديك ربي كدي فتح ذي بورا بطل اروح تهضر كيدي وكتشمارا ذي المدخل اني عندك كشمي ابليس التكبر الناس ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الله سبحان الله الملائكة اللي خلق الله سبحانه وتعالى سنور طيعن الله تعالى وسجد لآدم أنوى إلا إبليس لم يكن من الساجدين إيك شميث الغرور إيك شميث التكبر
يوجد يسجد. إنه قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، يكشم التكبر، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثورندق للتكبر قال فاحبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. جي اسمارتش قاعدوك العبادكي أخط الله ميسيونيس باش أدي ديتروي ليمانيتي باش أدي هلك البنادم أدي هلك أخام أدي هلك الواشول، المهم البنادم ويسجدانا. قال إنك من المنظرين روح. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم مقل خدمين صراطك المستقيم. ولا شو نحركن أثن شلوشا وكل أثن تفعوا كل أثن فدلافريد. ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لا ميسيون أدي سبارتو أسي دوار ابن دم بليس عليه لنا باش أثي تشجر أذي شكر الله تعالى أثي تشجر أذي شكر. قال أخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فالله سبحانه وتعالى يسد إبليس لا ميسيونيس يسد باش يسخر بالعباد، ولكن الله تعالى يفقد البديل يفقد يفقد فريد أثن أثن وفريديو أثن شات خدمة. فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري تبع فريد إبليس فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم. إن شاء الله تشجر ربي سوكاد أريتسون الآيات النس أريتسون فريد النس. إن شاء الله غادي يفك القوة باش نسقعد تزليتنا ما من كون يثقعد تزليتنا. الله مليح مليح حميد ذو قال نتمناك. بارك الله فيك محمد. يقيم أنا كان دنيني وكاد إذا غادي تولين تيكاد إذا غادي تولين ان شاء الله استمتعم يعني سنوفا يجي بوساكين يغيميد وان شاء الله اسن ثلاثة ايدي دون لونكين سياري ميرنا ذا وندينيغ جيخ كون دي لهنا وبقوا على خير.